رح تتوقع بالحبر بين إسرائيل وبعض البلدان العربية، رح يقبلها عمليات موقعة بالدم بأكثر من موقع. أردوغان بخطط لما بعد آيا صوفيا وردات فعل ومفاعيل رجعية على قراره الأول لأردوغان المتعلق بآيا صوفيا. عد لي التوقع أرجوك. إذا بدك بعطيك رجع صوره وقوله على صورته خلص رح أسمع. هزيمة لكورونا بعلاج بسيط تما أقول سخيف. أوف. بعد الهزيمة فتح عشرات الملفات اللي بتضم عشرات الفضايح ذات الصلة بهالفيروس من بلد المنشأ وبداية انتشاره وصولا لليوم. صفحات تاريخية مليئة بالألغاز رح يكون محورها البابا فرانسيس والأمير محمد بن سلمان. من دون سابق انذار وبلحظة مثل البرق بيلمع اسم بشار الأسد وبيعمل صدمة خارج حدود سوريا. عملية سقرية انتقامية خطرة بتحمل اسم قاسم سليماني بارتداد عالمية بعيدة المدى. ما رح يبقى اسم العقد بلبنان حزب الله والسيد حسن نصر الله، الحل كمان رح يكون اسمه حزب الله والسيد حسن نصر الله بوجهين وأسلوبين. بعده صوت نتنياهو عم بيضج براسي وصدى تهديده للبنان مش عم بفارق دينيه. أدوار بارزة لفنانين بصنع القرار بلبنان الجديد، وكما في لبنان كذلك بسوريا. دور الفنانين يعني التسوية الرئيسية الحكومية رح تكون شرارة بتولع تسويات تانية رئيسية حكومية، واللعب بالنار رح يفتح شهية اسمين جداد على رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية. على ورقتي في مجموعة كلمات هن مفتيح لتوقعات للبنان من نوع آخر. الغريب بهالكلمات هو ارتباطهم ببعضهم من دون ما أعرف أي وحدة منهم قبل التانية. هالكلمات هن سقوط، انقلاب، منظومة، رحيل، وأعجوبة. رح بلش بالسقوط. نعم. السقوط سقوط متقطع متنقل متنوع بفئاته وأسبابه وأشكاله. سقوط ثم سقوط لناس من الصف الأول والثاني والثالث لينجح لبنان يا رب. ثانية انقلاب، انقلاب من فوق لتحت ومن تحت لفوق، مشقلب متداخل عجيب غريب كله عم ينقلب على كله. ثالثا المنظومة، بداية انحلال منظومة بس مش على البارد، يعني بدم سخن ولهيب نار. رابعا الرحيل، اختفاء وجوه، تعددت الأسباب والاختفاء رح يكون واحد والعنوان رحيل. خامسا الإعجوبة، ما حدا يتعجب من اللي رح أقوله يا ناس، طالع عندي إنه إعجوبة كبيرة رح تحصل بلبنان. نعم من قلب، ورغم كل ما ينظر بالخراب الكبير والدمار الكبير والانفجارات اغتيالات انهيار، طالع عندي ما ينذر بإعجوبة إنقاذية بتحمل بشاير شفاء لبنان من شلله وبداية سقوط كويبيس الوجع والمجهول بالاقتصاد والمال والصحة. إعجوبة الأعاجيب رح تحصل بلبنان. على فكرة إعجوبتين مش إعجوبة، الإعجوبة اللي حكيت عنها هي صنع من صنع البشر للبنان، والإعجوبة الثانية هي من صنع السماء بلبنان. هيدا كل شيء محضرته كم توقع على اليوم. ممتاز، شكرا لك. بعد عندي شغلتين. تفضل.
اول شيء بدي اقول لك او قبل ما اقول لك اللي طلع إيه بعد معي في توقع لك بعد في بدنا نتشكر انا لجنه بدي هنيك انا إيه مش انت بتهني على منحك إيه؟ وسام لا مش وسام انه صرت ب مجلس الاداره تبع الاتحاد للكونغ فو بدي هون بدي وصل صوتي وقول شكرا لكل الاعضاء اللي انتخبوني وبدي اقول للشباب انه هيدي اللعبه كثير مهمه يفوتوا عليها لان هيدي اللعبه هي فيها رياضه ذهنيه كمان مش بس رياضه بدنيه وفيها نوع من التركيز وسرعه البديهه والخاطر بتساعد كثير وانا كثير بتتقارب مع شغلي من هيك انا كنت صرت هلقني بقلب هذا الاتحاد ومهتم فيه لهالدرجه بقول لهم شكرا مبروك مبروك هلا فينا نختم في توقع نيشان انا بقوله او ما بقوله ما بعرف انت بتعرف كيف بيطلع معي كيف انا بحس طلع عندي فكره خطيره كثير راكبه براسك لازم تشيلها لازم تسحبها لازم تقلعها من راسك وما تخلي لها مطرح ويمكن ما جيتي اليوم بإشارة معينة تقول لك هذا الموضوع لإلك أنت كمان إنه راسك مخبوط بقلب بعضه ما عم تقدر تشيل هالأفكار من راسك بس الفكرة اللي خيفان منها هي حدا كلمة انتحار وكلمة الانتحار ما بعرف إذا أنت كان في شي فارد حطه حدك أو حاولت تعمل شي بحياتك قبل هلأ فأنا عم بحكيك اللي ردك على اللي شفته أنا هو شخص واحد بأول مرة اللي هو الوالدة نودي تحية للوالدة رجعتك من محل أو كنت اليوم ببلا مطرح أنت فيه عم بحكيك كخي وصديق أنا مش مضطر أحكيها ولا لا بين أنه بعرف ولا بين أنه طالع معي شيء بس يمكن عم بقول لك هيك ترد هلأ فكرة من راسك لأن في صفحة جديدة وحياة جديدة نطرت شيل فكرة ما يسمى انتحار وإذا في أي سلاح موجود حدك أي فرد حطه على جنب شكرا لك ميشيل حايك شكرا على عندك فرد نيشان أي عندي فرد هذا الفرد كنت حده شي فترة من هالفترات من جمعة من جمعتين بس سؤال مش أكثر مش لمبين بعتقد ما كثير بهم المشاهد يعني المشاهدين بس يبقى توقع ميشيل حايك شكرا على وجودك على شاشة الجديد انبسطت كثير انه استضفتك هيدي المرة الثانية 2005 و 2020 15 سنة على امل انه نلتقي بك بال 2035 اذا شرف لي يكون معك مره واثنين وثلاثه ان شاء الله شكرا لك انت ايمانك اول شكرا لك شكرا أوكي. شكرا لجميع المشاهدين لمتابعه هذه الحلقه تصبحوا على خير